يا اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. خالد خبراني كفيف بصر ومبصر ببصيرة من الله في قلبه، يتمتع بإرادة قوية وعزيمة وإصرار مكنته من شق طريقه إلى النجاح متجاوزا كل الصعوبات، فهو أول كفيف يقدم مسرح الطفل في الشرق الأوسط، وأيضا أصغر كاتب صحفي سعودي كفيف ومهتم بالقضايا الاجتماعية، وأيضا مدير تحرير صحيفة خبر عاجل بمنطقة الرياض، وكاتب في أكثر من 5 صحف إلكترونية. له العديد من الإنجازات في مجالات مختلفة. خلونا نرحب بضيفنا خالد خبراني ونتعرف عليه. يا أهلا وسهلا فيك خالد. يا أهلا وسهلا فيك وبالسادة المشاهدين والمشاهدات الكرام. سعدين بتواجدك معنا. وأنا يعني سعد وأحيي المشاهدين عبر هذا القناة، قناة المجتمع، قناة روتانا خليجية. أستاذ خالد، طيب يعني حابين نعرف من هو خالد خبراني. خالد خبراني طالب في جامعة الملك سعود بالسنة التحضيرية. الحمد لله عضو مجلس استشاري الطلابي في العمادة. ما شاء الله. أيضا الحمد لله رب أنه مؤخرا شاركت في اللقاء العلمي السابع كأول كفيف في المملكة يشارك في هذا اللقاء. وهذا يعتبر إنجاز، يعني مو إنجاز فردي، إنجاز جميع الإخوان المكفوفين، لأنه الهدف مو الفوز، هنا الهدف أنه إظهار ذوي الإعاقة في عدد من المجالات أنهم يستطيعون خوض الصعاب، خوض المسابقات والفوز فيها بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله. أستاذ خالد، طيب إيش بعد لك إنجازات يعني من بداية مسيرتك العملية أو المهنية؟ طبعا الحمد لله رب، الثقة من الوالدين أولا والأهل والأقارب وجميع اللي من حولي، أنه الإنسان مو بإعاقته، صحيح، الإنسان بفكره وبعقله اللي يدبر فيه، لأن الحياة أصلا الآن لا تعتمد على إعاقة معينة، لأن إذا كان أتكلم أنا عن معاق معين فأني قاعد أتكلم عن جوانب كثيرة منها، أنه أتكلم عن إعاقته، لو الناس كانت تكلمت عن إعاقة كان الإنسان، الناس الآن ما تفكر، كان المعاقين الآن نكرة كلهم، ولا تعلموا ولا أصبحوا، دخلنا الجامعة كان تحدي. إنجازاتنا الحمد لله الحمد لله يا رب أنها وصلت أعلان السماء زي ما يقولون والعالمين، الحمد لله فزت بجائزة مبدع 2015 ما شاء الله، وتم تكريمي من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندرة من منطقة الرياض. وأيضا الحمد لله رب أني كنت أول شاب في الشرق الأوسط كفيف يقدم مسرح الطفل، وكانت تجربة جدا جدا يعني لي أنا، أضافت لي وأضافت للفريق اللي كان معي. كيف كانت هذه التجربة؟ طبعا مسرح الطفل من الصعب جدا أن أنا كفرد عادي أني بقول أقدم مسرح الطفل بسهولة. أنا قاعد أمام جمهور تقريبا فوق 500-600 شخص، أول مرة أوقف على المسرح يعني حاول أني أحمس الجمهور، لأن الأغلبية أطفال ونساء، فحاول أني أجذبهم. فأصلا يمكن أتكلم كان اللي موجودين يحسبون أني أشوف، لأني كان ما شاء الله أتحرك على المسرح وحفظت الستاند على طول، ويعني كان جدا رائدة. فالإنسان دائما يتطلع إلى الرؤى لكي تصبح إنجازات ولكي تصبح إبداعات، ليست إبداعات يعني كنوع من الغرور، لا بالعكس، كنوع من إنجاز لأمثل وطني وأمثل بلادي. ما شاء الله، يعني يعطيك العافية على هذه الإنجازات. وكيف طريقة تواصلك مع الناس؟ يعني البصيرة فعلا بصيرة القلب مثل ما يقال. طيب أستاذ خالد، أنت عضو ومنتسب يعني للعديد من الفرق التطوعية، يعني كيف تشوف العمل التطوعي عندنا في مجتمعنا وكيف صقل شخصيتك؟ طبعا العمل التطوعي أنا فيه من قبل لا تكون في فرق تطوعية. طبعا أعمل عمل تطوعي مثلا في مشاركة اجتماعية مع المدرسة أولا، ثانيا مع الفرق التطوعية مؤخرا قبل تقريبا سنتين بدأت مع فريقتي أنا التطوعي، مجموعة أصدقاء كفيف اللي تابع جمعية كفيف، فريق مجتمع واحد اللي الآن أنا متحدث رسمي باسم الفريق، أيضا فريق بصمة الطبيب، فرق كثير ما أبغى يعني أنسى اسم ويعني وأتكلم وأذكر اسم آخر، لأن الفرق كثير وكثير من الفرق تستقطب ذوي الإعاقة، وكلنا للمجتمع والمجتمع لنا. إيش تضيف الفرق هذه لذوي الإعاقة؟ طبعا أنا كمعاق كفريق تطوعي أنا أبغى أشوف الجانب اللي أنا فيه، مثلا في فعالية أنا أكون ضمن المتحدثين، الناس تحسب الفرق التطوعية فقط أكون منظم، بينما الفرق التطوعية أنا أصبحت تنظم مهرجانات وتنظم فعاليات، بينما الأخرى تجعل ذوي الإعاقة هم اللي يصنعون الحدث. ممتاز.
طيب استاذ خالد، يعني انت مدرب في فنون التعامل مع الكفيف، حابه لو تكلمني شوي عن هذا الموضوع. طبعا التدريب في فنون التعامل مع الكفيف الحمد لله رب تجاوب من سعادة عميد السنة التحضيرية الدكتور نامل شني، وأيضا الزملاء في العمادة ممثلين بنادي المسؤولية الاجتماعية برنامج المكفوفين، أقمنا برنامج اسمه برنامج واعي، فيه نقدم الدورات التدريبية. أولا بدأنا بالأمن والسلامة والطلاب، ونصعد إلى أن نصل إلى الهيكل الإداري وأعضاء هيئة التدريس، كيفية تعاملهم، كيفية أنه نطفي النور ونمشي. سوينا فعالية إفطار الظلام كانت جدا جدا يعني قوية، كان يفطرون في أجواء مظلمة، كان اللي موجودين يعني إعلاميين ضيوف استضافتهم العمادة وأثر فيهم يعني كثير، حتى أكثرهم طلع من المكان كان يبكي لأنه استشعر أولا نعمة البصر، ثانيا ظلمة القبر يوم القيامة وبعد الدنيا. يعني مبادرات جميلة تطلقونها. نعم. في كثير من الأحيان. طيب أستاذ خالد، حضرتك يعني رئيس تحرير أو مدير تحرير صحيفة خبر عاجل إلكترونية ومهتم في القضايا الاجتماعية. طبعا مدير خبر عاجل بمنطقة الرياض، القضايا الاجتماعية اللي أنا أهتم فيها القضايا مثلا إبداء ذوي الإعاقة، ليش أنا ما أنشرها؟ مثلا شباب سعوديين عندهم أماكن جميلة، عندهم مثلا إنجازات كشاب سعودي، انا افخر فيهم زي ما هم يقدمون للوطن، ليش انا ما اقدم لهم وانا اعمل في الاعلام؟ يعني امس يعني اسمحوا لي، امس كان عندكم ضيف اللي هو الشباب سعوديين صنعوا زهور وما زهور، يعني هذا الشيء جذبني انا شخصيا، قلت ليش احنا كشباب سعوديين ما ندعم انفسنا ونقدم لهم اللي يستاهلونه صراحه. ما شاء الله شباب السعودي مبدع بشكل كبير. أكيد. في هذه الفتره يعني وهذه الاونه. أكيد. طيب استاذ خالد، يعني ايش قواعد النجاح بالنسبه لك؟ إصرار زائد الطموح زائد التحدي زائد مثابرة يساوي نجاح. هذه اللي هذه التركيبة. هاي التركيبة. ممتاز. طيب يعني ذوي الاحتياجات الخاصة إيش اللي ينقصهم في المجتمع السعودي؟ طبعا الحمد لله أولت الحكومة الرشيدة خدماتها التعليمية وخدماتها الغير تعليمية الاجتماعية لذوي الإعاقة. ذوي الإعاقة الحمد لله يا رب إنهم الآن أصبحوا في مناهل التعليم. اللي يحتاجونه فقط النظرة الدونية اللي ينظرونها من الناس. أنا مستعد الآن بعد ما أطلع من الحلقة أني أرد على أي منشن الآن يمنشنوني فيه المشاهدين، وبرد على حساب خالد خبراني، وأنا مستعد أنه أمنشن الجميع وأرد عليهم. أيضا عندي حساب على سناب شات، عندي حساب في إنستغرام، عندي حسابات في كل وسائل التواصل الاجتماعي الحمد لله. فالإعاقة ليست إعاقة الجسد وكرر، الإعاقة إعاقة الشخص نفسه، وأبدا الإنسان سيتطور حينما يتطور مجده، حينما يتطور إنجازه، حينما يتطور في المجتمع المحيط فيه. صحيح كلامك، يمكن هذه رسالة نقدر نقول لأي أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. أي أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنتم من سيصنع المجد مؤخرا مقدما، أنتم من سيقود هذه الأمة بإذن الله تعالى. أنا يوم أني تكلمت قلت بدي أكون وزير التعليم في 2040. صحيح في ناس كثير قاعد تقول يا خالد أنت مستحيل تكون وزير التعليم 2040، لكن زي ما قلت لك الإصرار والتحدي والطموح والمثابرة تساوي النجاح والوصول. الإعاقة مو إعاقة البصر، هي إعاقة القلب، وإعاقة الإعاقة إعاقة الفكر، والإعاقة ليست عجزا وفاقة إنما إبداع وطاقة. صحيح، يعني كلامك صراحة جدا جميل وملهم يعني للكثير أستاذ خالد، لكن من اللي قدم لك الدعم والمساعدة في حياتك؟ يعني شاب ما شاء الله توك في أول سنة تحضيرية في الجامعة ولك إنجازات كثيرة، أكيد في أحد كان دايم يدعمك ويشجعك. إذا تسمحوا لي، يعني الدعم أولا الله سبحانه وتعالى ما أخذ منا البصر إلا أنه عوضنا بشيء، محبة الناس أولا لنا. أكيد. أول شيء الوالد والوالدة وإخواني، يعني إذا كان أنت تتحدثين عن مثلا بعض ذوي الإعاقة أنه يكون عندهم، أنا بالعكس إخواني هم اللي يقدموا لي الخدمة شخصيا، ما أحتاج لأي مساعد حتى في التنقل، أحيانا أخوي يوديني يرجعني من غير ما أقول له يعني أنا أبغى أروح مكان، يعني هو يتكفل بالذهاب والعودة، يعني خدمة بي آي بي زي ما يقولون. لكن شيء ثاني الداعمين أيضا إدارة الجامعة على رأسهم معالي مدير الجامعة الدكتور الأستاذ الدكتور بدران العمر، سعادة عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور فهد بن حمد القريني اللي بارك مشاركتي في اللقاء العلمي، نوجه لهم تحية جميعا، والدكتور نامل جهني والدكتور مخلد العنزي وجميع من كان مساهم، وكل الشكر والتقدير لمظلة المكفوفين في عماد السنة التحضيرية الدكتور الحميد الضيدان
ونادي المسؤولية الاجتماعية، وكلهم تحياتي لهم صراحة لا توصف. حينما يقدموا الدعم فنحن نقدم لهم الدعاء ونقدم لهم ما بوسعنا أن نقدمه، يعني حينما تأتيك المساعدة فأنت تردها بالدعاء. طب إيش كان نوع الدعم اللي قدمته لك الجامعة؟ طيب إذا أنا كطالب جامعي كغيري ممتاز، كفيف يشارك في صنع القرار أولها المجلس الاستشاري الطلابي، متحدث باسم ذوي الإعاقة البصرية في التحضيرية، ما شاء الله، أعضاء في مركز ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعة. إذا أنت تتحدثين عن الجامعة بس، أيضا عندنا جمعية كفيف تقدم الدعم للمكفوفين. يعني أنا شخصيا الآن الجمعية اعتمدتني مذيع في الجمعية. الجانب الصحي اللي أنا حلمت أني أكون فيه طبيب مدينة الملك سعود الطبية اختاروني كمذيع للمدينة الطبية، ما شاء الله. يعني كثير من الناس قاعد يفقدون شيء، الله يعطيهم شيء، مو بشرط أنه إعاقة، يفقدين شيء معين، أنت لا تقولين أبغاه بسرعة، يعني أنا أبغاه بعدين، يعني بعدين هو راح يجيك صبر، حتى راح تقولين الحمد لله يا رب أنك أصرفت عني هذا الشيء وعوضتني باللي أفضل منه. يعني دخولي هنا للاستديو مو دليل على أني بأخرج في الإعلام، أنا دليل على أني أريد أن أثبت للناس أن ذوي الإعاقة هم قادرون على تحدي المستحيل، هم من سيصنع مجدهم، هم من سيكون قادة لهذا المجتمع، وبإذن الله تعالى أعدكم 10 سنوات كفيلة بإذن الله تعالى أني أقف هنا في هذا الاستديو وأعلمكم من هو خالد خبراني إن شاء الله بعد ما خلص الدكتوراه بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. طيب أستاذ خالد، الناس اللي يعني وضعوا حاجز بينهم وبين النجاح خاصة من ذوي الإعاقة، إيش توجه لهم رسالة؟ الناس اللي عندهم توقفت الحياة نوعا ما بسبب الإعاقة، طبعا خاصة المعاقين الجديدين، أنتم الآن صحيح أنا ما أقول لكم شيء، الله يعينكم، هذا شيء جديد وعالم جديد عشته، لكن حاول أنكم تتأقلمون فيه واختلطوا مع ذوي الإعاقة الثانيين. كيف يتأقلمون؟ يتأقلمون أكيد التأقلم عن طريق الجمعيات الخيرية اللي لهم، مثلا أنا مثلا لا قدر الله معاق حركي في اللي هي اللجان المهتمة مثل مدينة الأمير سلطان، جمعية حركية كفيف مثلا ابتلي بالعمى، جمعية كفيف أيضا معاهد النور إذا كان صغير عشان يدرس، برامج الدمج الموجودة عندنا في الجامعة، يعني مركز متكامل لخدمة ذوي الإعاقة كافة، يقدم خدمات اللي ما تقدمها منظمات الحمد لله. يعني الجهات الحكومية والجامعات ما قصرت يعني في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة. طيب أستاذ خالد، أنت قبل قليل يمكن ذكرت أنك إن شاء الله ناوي تخلص دكتوراه بعد ما تنتهي من الجامعة، حابة أعرف إيش طموحاتك المستقبلية بإذن الله؟ أنا ودي أخذ والله هي البكالوريوس في من كلية التربية في قسم سياسة التعليم ومناهج وطرق تدريس أو دراسة إسلامية. الدكتوراه الماجستير ودي أخشها في الإعلام، أما الدكتوراه في العلوم السياسية بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله أتمنى لك التوفيق، ويمكن نظرة التفاؤل والأمل والإصرار أكيد وصلت لكل من يتابعنا الآن من خلال شاشة روتانا وبرنامج سيدتي. أنا سعيد. في كلمة توجهها لشخص معين أو لأحد معين؟ الكلمة للوالد والوالدة، أقولهم شكرا لكم على الدعم اللي قدمته، شكرا لكم اللي قدمته، شكرا لك أيها الوطن الكريم على دعمك لأبناء أبنائك، شكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة. شكرا لك طالب خالد خبراني على تفاؤلك وبصيرتك القلبية، يعطيك ألف عافية. الله يعطيكم العافية، وأنا سعيد جدا جدا بالمشاركة معكم بالبرنامج، على أمل اللقاء بكم في مقابلات قادمة بإذن الله إن شاء الله. يعطيكم العافية مشاهدينا، بالتأكيد فقرات سيدتي لا زالت مستمرة معكم، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، التحذير من الجروبات المروجة للحميات والتغذية.